القائد العسكري للتنظيم أبو وهيب في محافظة الأنبار، بالإضافة لثلاثة أعضاء آخرين في التنظيم قرب بلدة الرطبة. أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أهمية تحقيق الاستقرار السياسي من أجل الحصول على الدعم اللازم ومواجهة التحديات بالعراق. جاء ذلك خلال اللقاء الجبوري في بغداد مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للعراق يان كوبش، حيث بحث تطورات الأحداث والعملية السياسية والجهود المبذولة لإيجاد حل الأزمة لأزمة البرلمان واستكمال التعديل الحكومي والإصلاحات. من جهة أخرى، استأنف موظفو مجلس النواب العراقي وقوات الحماية عملهم اليوم في مقر البرلمان دون حضور نواب البرلمان من أعضاء اللجان النيابية. متابعة، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد مراسل النيل تحسين طه. تحسين، كيف يبدو الوضع السياسي لديك مع دعوة رئاسة مجلس النواب إلى استئناف أعمال البرلمان اليوم؟ نعم، أهلا بك زميلتي. حقيقة يعني سيد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا قبل يومين إلى عقد جلسة المجلس والتئام عمل المجلس في هذه أو في هذا اليوم تحديدا وهو يوم الثلاثاء، لكن هذه الدعوة لم تلبى حقيقة من الأطراف السياسية، والبعض منها أعلن بشكل صريح عدم الحضور إلى هذه الجلسات أو عدم العودة أصلا إلى مجلس النواب إذا لم تحقق بعض الشروط التي وضعتها على رئاسة مجلس النواب وحتى على رئاسة الوزراء. مثل التحالف الكردستاني مثلا وضع شروط من أجل العودة إلى بغداد ومن أجل ممارسة عمله في مجلس النواب أو مجلس الوزراء حتى. أيضا هنالك بعض الأطراف حقيقة تحججت ببعض القضايا، منها بأن مبنى مجلس النواب لم يعد مهيئا لعقد الجلسات، وهذا أمر حقيقة غير واقعي كوننا دخلنا إلى المجلس ولم نشاهد بأن هنالك أضرار كبيرة قد حدثت جراء دخول المتظاهرين والمعتصمين إلى المجلس السبت الماضي. وبالتالي أن هذه الحجة قد تكون وسائل لاستبعاد عقد الجلسات في هذه الأوقات من أجل ضغوطات سياسية، من أجل صراعات أيضا سياسية. أيضا هنالك كانت دعوة صريحة من السيد سليم الجبور إلى أن يكون هنالك استئناف عمل رؤساء اللجان. رؤساء اللجان أيضا لم يحضروا إلى الجلسات، وحتى الفريق الذي يتمثل بفريق المعتصمين من النواب قال بأنه غير ملزم بما يأمر به السيد سليم الجبوري، كونهم يعتبرون السيد سليم الجبوري منتزع الشرعية وأنه مقال من قبلهم في الجلسة التي حدثت في تقريبا نهاية الشهر الماضي. نعم. إذن هذا الخلاف جعل من مجلس النواب صوصة تشريعية دائرة الفوضى ودائرة الضبابية حقيقة. طب في نفس الإطار تحسين، في نفس الإطار، ماذا عن لقاء رئيس البرلمان بالنواب الأكراد وأيضا لقائه مع رئيس بعثة الأمم المتحدة بالعراق؟ حقيقة السيد سليم الجبوري ذهب إلى كردستان وبالتحديد إلى أربيل والتقى مع كبار القادة في إقليم كردستان ولم يستثني طبعا أحد. ذهب إلى جميع الأحزاب والتقى معهم، وصرح المكتب الإعلامي للسيد الجبوري بأنه قد اتفق على ضرورة عودة العمل والتئام عمل مجلس النواب وضرورة استئناف المباحثات، وقال بأن هنالك تجربة ووعود بالقبول من قبل الجانب الكردي وليونة بهذا الاتجاه. لكن بعد أن عاد السيد سليم الجبوري إلى بغداد كان هنالك موقف صريح من التحالف الكردستاني وكانت عبر بيان رسمي بأنهم لن يحضروا إلا بشروط، ومن هذه الشروط هو إنهاء الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل وضمان توفير الحماية والأمان لأعضاء مجلس النواب الأكراد الذين يحضرون في بغداد، فضلا عن الوزراء الذين هم عددهم ثلاثة، إضافة إلى المطالبة أو التلويح بمطالبة بتقديم اعتذار لهم من المتظاهرين أو من ينوب عن المتظاهرين، وهذا حقيقة أمر يعني غير متروك للسيد الجبور وإنما للمتظاهرين. نعم. لكن بخصوص زيارة السيد كوبتش، فأن السيد كوبتش حقيقة يعني ظهر في تقريره الأخير في الأمم المتحدة يعني أعطى مؤشرات يبدو أنها وصفت بالسلبية على الوضع في العراق، كونها يعني دعا إلى ضرورة هيكلة الوضع والحكومة وضرورة مكافحة الفساد الكبير والمستشري. نعم. وأيضا ضرورة معالجة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها
الكثير من المدنيين في العراق. شكرا جزيلا مراسل النيل من بغداد تحسين طه. إلى الملف اليمني، حيث يستأنف طرف النزاع اليمني اليوم المباحثات المباشرة برعاية الأمم المتحدة في الكويت بعد تعليقها ليومين إثر جهود دبلوماسية ودعوة المفدي الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الطرفين لتقديم تنازلات. ميدانيا تواصل الميليشيات خرق الهدنة، حيث فرضت الميليشيات الحوثية حالة من الاستنفار العسكري في العاصمة صنعاء، ودفعت كذلك بتعزيزات عسكرية إلى شمال غرب العاصمة، كما شنت غارات على مواقع للجيش والمقاومة في عدة جبهات بمدينة تعز، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. يبدو أن الجمود لا زال سيد الموقف في المحادثات التي تستضيفها الكويت بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، والمقرر أن يستأنفها طرف النزاع الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة. وبرغم عدم إحراز أي تقدم يذكر حتى الآن نتيجة الاختلاف والتباين في وجهات النظر وتعنت الجانب الحوثي، إلا أن الجهود الدبلوماسية لا زالت تتواصل على قدم وساق أملا في سرعة التوصل لحل للأزمة. بدوره ناشد موفد الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ناشد وفدي المفاوضين على تقديم تنازلات في المباحثات الهادفة للبحث عن حل للنزاع الذي أودى بقرابة 6400 شخص منذ مارس 2015. كما جرى تشكيل ثلاث مجموعات عمل الأسبوع الماضي من وفد الحكومة ووفد المتمردين الحوثيين، وواصلت اجتماعاتها سعيا لرأب الصدع بين الجانبين. على الصعيد الميداني، تواصل الميليشيات الحوثية خروقاتها لهدنة تهدئة الأوضاع باليمن، حيث فرضت حالة من الاستنفار العسكري في العاصمة اليمنية صنعاء، ونشرت عشرات نقاط التفتيش في شوارع المدينة، بينما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى شمال غرب صنعاء. كما تواصل الميليشيات الحوثية حصارها لمدينة تعز جنوب البلاد، كما شنت غارات على مواقع للجيش والمقاومة في عدة جبهات بالمدينة، ونفذت قصفا عشوائيا للأحياء السكنية بالمدينة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. أثار تأخر السلطات اللبنانية في إعلان نتائج الانتخابات البلدية في بيروت استنكارا كبيرا في البلاد، اعتبروه تأخيرا غير مسبوق، خاصة بعد مرور أكثر من 24 ساعة على إغلاق صناديق الاقتراع، إضافة لضعف نسبة الإقبال على التصويت. ونشرت وزارة الداخلية على موقع الإلكتروني بدءا من ليل أمس نتائج الانتخابات في أربع مناطق بمحافظتي البقاع وبعلبك والهرمل. يأتي هذا بينما لم تعلن أي نتائج رسمية لانتخابات بيروت التي شهدت منافسة كبرى بين لائحة البيرتا التي تضم ممثلين عن الأحزاب الكبرى أبرزها طيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ولائحة بيروت مدينتي الممثلة للمجتمع المدني وغير المدعومة من أي جهة سياسية. يقوم اليوم الحبيب الصيد رئيس حكومة تونسية بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية تستمر يومين لتنسيق المواقف حول قضايا المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا ومواجهة الإرهاب. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية أن رئيس الحكومة سيجري خلال الزيارة محادثات ثنائية مع كبار المسؤولين في المملكة المغربية حول سبل دعم التعاون الثنائي والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا. متواصلون معكم، وهذه عناوين النشرة: مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين جراء هجوم بسكين في محطة القطار قرب مدينة ميونخ. رئيس الوزراء يلقي بيانا اليوم في جلسة أمام مجلس النواب حول قرار رئيس الجمهورية تمديد حالة الطوارئ ببعض المناطق بسيناء.
السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح البري في الاتجاهين غدا وبعد غد تيسيرا على الحالات الإنسانية من المسافرين والمرضى والطلبة العالقين. هدنة جديدة في حلب بقرار من الجيش السوري لمدة 48 ساعة. والآن نتحول لمتابعة أخبار الاقتصاد. تقدمها لنا حسام الدين عاطف. شكرا نرمين وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى باقاتنا الاقتصادية أهم ما فيها. المركزي للإحصاء يعلن تراجع العجز في الميزان التجاري بنحو 1.1 مليار دولار يناير الماضي. أهلا بكم من جديد. أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض العجز في الميزان التجاري بمقدار 1.1 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2015. وعز الإحصاء انخفاض العجز لتراجع الصادرات غير البترولية بنسبة 13% في يناير الماضي مسجلة 1.189 مليار دولار، كما انخفضت الواردة غير البترولية بنسبة 25.9% لتسجل 3.759 مليار خلال الفترة المقارنة. وبحسب تقرير الإحصاء شهد شهر يناير الماضي تراجعا في الواردات البترولية بنحو 3.5% عن يناير في 2016 مسجلة 495 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 24.6% مقارنة بشهر يناير من 2015. إلى البورصة المصرية التي شهدت مؤشراتها صعودا جماعيا خلال التعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق AGX30 بنسبة 0.5% ليسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 410.7 مليار جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 910 مليون جنيه. كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولي مشروع الإسكان الاجتماعي بإرسال رسائل للحاجزين بالمشروع بمناطق القاهرة الجديدة ومدينة السلام ودهشور بالسادس من أكتوبر لسرعة استكمال سداد مبلغ جدية الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان المحددة، وكذا التحويل في جهاز مدينة بدر بالنسبة للحاجزين بالقاهرة الجديدة والسلام. وقال المهندس صلاح حسن نائب المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إنه بدأ الثلاثاء الماضي استقبال الحاجزين بمدينتي القاهرة الجديدة والسلام الراغبين في التحويل لمدن الشروق والخامس عشر من مايو وبدر لاستكمال سداد جدية الحجز بمبلغ 4000 جنيه ليصبح إجمالي المبلغ الذين دفعوه 9000 جنيه ببنك التعمير والإسكان. قال متحدث باسم وزارة الزراعة إن مصر تستهدف إنتاج 9 ملايين طن من القمح في عام 2016. ومن جهته وافق وزير المالية عمرو الجرحي على اتاحة 2 ملياري جنيه إضافي لتمويل شراء القمح المحلي من الفلاحين لموسم 2016، وذلك خصما من اعتمادات دعم السلع التموينية المدرجة بالموازنة كدفعة ثانية تحت الحساب التمويل المطلوب لمحصول القمح. ويمثل هذا المبلغ الدفعة الثانية لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين، حيث سبق وأتاحت الوزارة 1 مليار جنيه كدفعة أولى تحت حساب التوريدات القمح المحلي. من ناحية أخرى أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تلقي جميع الشكاوى الخاصة بمزارعي القمح بالمحافظات المختلفة من خلال تخصيص هواتف لتلقي الشكاوى والتواصل مع المزارعين، لكن الفلاحين ما زالوا يطالبون الحكومة بدعمهم وتلبية احتياجهم في أسرع وقت. من جهود الحكومة لحل أزمة توريد القمح، إلا أن ما زال هناك العديد من المعوقات تخص التوريد وغيرها التي تعرقل وتزعج الفلاح المصري. والمفروض أن هم يوقفوا استيراد القمح في الفترة اللي احنا عندنا القمح بتاعنا بنورده للمطاحن، عشان خاطر التجار بتاخد القمح المستورد لأنه هو أقل من سعره، أقل من القمح بتاعنا، فبيدخل المستورد على القمح المحلي. طب ما اوقف ده.